عقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات موسعة وثنائية مع نظيره اليمني شائع محسن الزنداني في إطار جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين. تناولت المحادثات التعاون الثنائي، وخلال اللقاء أكد شكري تأييد مصر لجميع الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأعرب الوزيران عن قلقهما من المخاطر المتزايدة للتوترات الجارية في البحر الأحمر وتبعاتها على أمن الملاحة والتجارة الدولية. هذا واستعرض الوزيران التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية على رأسها الصومال والسودان وسوريا وليبيا، فضلا عن الأزمة في قطاع غزة، حيث جدد شكري التأكيد على موقف مصر الرافض لسيطرة إسرائيل عسكريا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، محذرا من تداعيات التصعيد المستمر بما ينذر بتزايد مخاطر توسيع رقعة الصراع بالمنطقة.